ماشي. طيب انا يلا ناخد كابتن سعيد عبد الحفيظ نجم الاهلي ومدير الكره في النادي الاهلي عشان يطمنكم هو بنفسه على النادي الاهلي في الفتره الجايه. كابتن سيد اهلا بيك. حافظين ازيك؟ ازيك استاذ حميد؟ وحشنا ومفتقدينك. الله يخليك، يلا بالتوفيق ان شاء الله. لكن طبعا في مكان يعني كنا محتاجينك فيه جدا. الله يكرمك يا ربنا. ربنا يخليك. يعني انا مش ما فيش اسئله محدده يا كابتن سيد، الجماهير عايزه تطمن منك في قناه الاهلي طبعا، عايزين يطمنوا منك على كل حاجه وعايزين نشيل القلق اللي جوه قلوب الجماهير الاهلاويه. بص، يمكن في ظروف صعبه بالتاكيد، مش سهله، يمكن بتمر مرحله مش اكيد مش في مكان في النادي او في الفريق، لكن الشغل هو اهم حاجه في الفتره ديت دايما، ودايما او الحياه بتعلمك ان القياده السليمه والاساسيه بتيجي في المواقف الصعبه، يعني المواقف اللي انت محتاج تعديل الكفه. احنا في موقف زي ده دلوقتي، تمام بنتعرض له، ممكن ما يبقاش اتعرضنا له كتير في حياتنا، لكن اتعرضنا له قبل كده. تمام. ممكن كان مواقف قبل كده في التسعينات او في الستينات او في جزء من السبعينات ولا حاجه، لكن في النهايه اتعرضنا له. كنا بنتعامل معاه ازاي؟ كنا بنتعامل معاه ان دايما الاجهزه الفنيه او اللعيبه او كل واحد حواليه بالفرقه كله بيبقى بايد واحده، وكله بيحدد هدف واحد ومصلحه واحده اللي هي مصلحه النادي. تمام؟ تمام. احنا على اطار الشغل اللي احنا فيه دلوقتي، في شغل داخل الملعب مهم جدا للعيبه، مسؤوليات اللعيبه ومسؤوليه النادي عليهم وقيمه المكان عليهم وقدر المكان عليهم او قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، هم لازم يبقوا عارفين كويس جدا المسؤوليه اللي عليهم باذن الله. في شغل كمان خارجي تحضيري بنشتغل فيه من ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول اللعيبه اللي موجوده في الوقت الحالي المميزه، ولعيبه ترجع من الاصابات باذن الله، ولعيبه يتم تدعيمها في يناير تليق بمكانه واسم النادي الاهلي. جميل. ويمكن كل مرحله وانت بتعمل فيها اتفاقات او عقود، يعني بتبقى في مرحله بتقول لا انا اعتمد شويه على صغار السن، عايز اعمل خطه مستقبليه. تمام. اعتقد ان دي في الفتره اللي فاتت عملوها النادي، عملها بشكل كويس، لكن الفتره الحاليه اللي احنا فيها بتتطلب مجموعه من الاسماء واللعيبه اصحاب الخبره اصحاب الامكانيات والقدرات العاليه. جميل قوي. اللي هي ما بين السن من 24 ل 28. تمام. فاحنا ماشيين وقطعنا شوط كويس جدا فيها باذن الله. ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى قريب جدا 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 ان شاء الله. تمام. كلام جميل جدا يا كابتن سيد، وطبعا انا متعود معاك على الصراحه، والجماهير بصراحه محتاجه المصارحه الحقيقه، واحنا متعودين معاك على كده. عايزك تطمني على الاصابات، كنت لسه بقول خبر ان حضرتك قعدت مع الدكتور علشان تطمن على الاصابات وتعرف سبب الاصابات. برضو يا كابتن سيد الجماهير بتقول اسباب الاصابات الكتيره ايه؟ بص، يعني امبارح بتاع امبارح خلاص انا مش عايز افكر فيه كتير. تمام. الكلام بقى مع الواقع. تمام. عندك مجموعه قربت، يعني ممكن وليد ازارو ان شاء الله الرحمن يبقى خبر كويس ان هو يخش معنا بكره ان شاء الله الرحمن، هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. عنده كلمه جديده جدا في وش رجله، ان شاء الله الرحمن باذن الله بكره تبقى الدنيا احسن بالنسبه له. وعمرو السوليه بيتكلم في عدد ايام قليل جدا ويدخل مع فرقه، ممكن مباراه بتروجيت تبقى صعبه لكن اللي بعدها جاهز. في احمد فتحي ان شاء الله الرحمن برضه ممكن تبقى الفتره قريبه جدا في دخوله للمباريات. محمد هاني نفس الكلام. دي بتزود من فعالياتك وايجابياتك. يمكن حتى من المواقف لو انت جايب قوام ناس يعني ياخد اللعيبه اللي اصحاب الفروق والاصحاب المميزات في النادي الاهلي، شيء مش هيبقى دقيق قوي كده. بالظبط. عندك اشعياء وعندك علي معلول، عندك مستشفى كابتن سيد، مستشفى، عندك احمد فتحي، عندك عمرو السوليه، عندك صلاح محسن حتى امبارح. لكن وارد في الحياه وارد في الكوره هتتعامل مع المواقف، عشان كده بقول لك عندنا ثلاث محاور بنشتغل عليهم. المحور الاول اللعيبه المميزه دلوقتي، الناس اللي هترجع من الاصابه، والمحور الثالث او النقطه الثالثه هي اللعيبه اللي يتم استخدامها او تدعيمها في يناير. لما تجمعهم على بعض ان شاء الله الرحمن نعمل فرقه كويسه جدا 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 في بدايه الشهر باذن الله. لكن عندنا مباريات برضه هنتعامل معاها بمنتهى الايجابيه ومنتهى الاصرار ان احنا نفوز فيها باذن الله عشان الدنيا ما تبقاش بعيده. يا رب يا كابتن سيد. يعني اخر سؤال هساله لحضرتك علشان عارف طبعا كميه الضغط اللي عليك، كابتن محمد يوسف طبعا كل الثقه ليه، لكن الجماهير بتتساءل عن المدير الفني القادم للنادي الاهلي، مش عايزين اسماء لكن عايزين برضه نطمن الناس على هذا الملف. لا، الملف ده مع كابتن محمود. تمام.
يعني متروك بالكليه، فمش عايز اقول معلومه لا تبقى ناقصه ولا تبقى بعيده. اكيد اكيد. لا انا بتكلم ان الموضوع يعني انتوا شغالين فيه لكن لم يطرح اسم بعينه او لم يتم التاكيد على اسم بعينه. لا مش عايز اقول حاجه يعني دلوقتي بنسبه كذا، بنسبه 40 بنسبه 50 بنسبه 60. انا الملف كابتن حميد مع كابتن محمود، فكل واحد بيبقى يعني عارف الدور اللي هو فيه او المرحله اللي انت فيها بتتطلب اختصاصات معينه وبتتطلب ادوار معينه، عشان زي ما بقول لك عايز اوصل في شهر يناير ده ان انت يبقى عندك لعيبه مميزه موجوده بالفعل، ولعيبه مميزه تراجع من الاصابات، ولعيبه مميزه يتم التدعيم فيها. ده اللي انا هدف اللي انا عايز اوصل له، وان شاء الله الرحمن باذن الله قادرين ان احنا نعمل حاجه كويسه فيه، وقطع نشاط كبير جدا جدا في الفتره اللي فاتت فيه، فان شاء الله الرحمن باذن الله نوصل لده يعني. خصوصا كمان ان السنه دي تحديدا هي سنه مش عايز اقول فيها تحديات كبيره وبس، فيها كمان بطولات كتير يعني ابتداء من شهر يناير لحد شهر اغسطس، في عدد من البطولات كتير، في بطوله افريقيه بتبدا وتنتهي، في كمان سوبر مصر السعودي، في سوبر محلي، في دوري، في كاس، فانت داخل من شهر يناير لحد النهايه بتتكلم في خمس ست بطولات يعني. اكيد يا كابتن في تحديات كتيره جدا لكن انتوا قدها وقدود، الاهلي طول عمره معودنا دايما ان هو دايما بيبقى يعني عنده حسن ظن جماهيره. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، شكرا جدا على هذه المداخله والتوضيحات الهامه جدا، واتكلم معاكم بصراحه جدا يعني. قال ان كنا الفتره اللي فاتت بندعم بلعيبه صغيره السن لكن الفتره دي خلاص مفيش الكلام ده خالص.